اليوم سنتكلم عن تمييز المقدار والمقادير عندنا الوزن أو المساحة أو الكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا مع فيديو جديد من سلسلة ثوابت التمييز في القرآن الكريم. اليوم سنتكلم عن تمييز المقدار والمقادير عندنا الوزن أو المساحة أو الكيل. الوزن مثل قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالذرة من الأوزان، وعلامة أن الاسم النكرة المنصوب الذي يأتي بعد الوزن أو الكيل أو المساحة يكون تمييزا أنه يقبل حرف الجر من المقدرة. مثال في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، في غير القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة من الخير يره. ثانيا الكيل، والمكاييل كثيرة، مثل: اشتريت لترا لبنا، بمعنى اشتريت لترا من اللبن. فهنا لبنا اسم نكرة منصوب جاء بعد كيل فيكون تمييزا منصوبا، وأيضا يقبل حرف الجر من المقدرة. اشتريت لترا لبنا، أي اشتريت لترا من اللبن. المساحة مثل الفدان والقيراط وغير ذلك. عندما نقول زرعت فدانا قمحا، زرعت فدانا قمحا، قمحا اسم نكرة منصوب جاء بعد مساحة فهو تمييز منصوب. زرعت فدانا قمحا، أي زرعت فدانا من القمح. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وأسأل الله أن تكون هذه السلسلة مباركة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.